امبارح تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة وإحدى شركات لتنفيذ عمليات الرقمنة والاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية، وكمان تحقيق الرعاية الصيدلية الشاملة لكل المواطنين. صحيح، قصة المضادات الحيوية كلنا عارفين أضرارها إيه. خلينا نقول برضو إن كان في بروتوكول تعاون اللي بنتكلم عنه ده بيتضمن إطلاق منصة إلكترونية. هذه المنصة الإلكترونية هتتتبع وترصد مضادات الميكروبات. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه القصة، ما هي أضرار المضادات الحيوية على صحة المواطنين. الدكتور إسلام عنان، أستاذ سياسيات واقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، معنا على الهاتف مباشرة. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا، صباح الخير أستاذ مصطفى، صباح الخير أستاذ منى. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير. اتفضل. دلوقتي اتفضل. عايزين نتعرف من حضرتك على أهمية البروتوكول تم توقيعه بين وزارة الصحة وشركة أكسايت للاستشارات والأبحاث الدوائية. ليه تم توقيع البروتوكول ده دلوقتي؟ تمام، يعني زي ما يعني أشرت حضرتك وأشار الأستاذ مصطفى، هو موضوع ترشيد استخدام المضادات الحيوية هو موضوع مهم للغاية، خصوصا في الفترة الحالية. يعني للأسف احنا في سوء استخدام المضادات الحيوية على مستوى العالم كله. للأسف تقريبا في حدود 1,200,000 شخص بيموت كل سنة بسبب ان جسمهم اصبح عنده مقاومة للمضادات الحيوية. طبعا هو ده بيجي بسببين، يعني يا اما ان في سوء استخدام بشري، يعني الشخص نفسه او الدكاترة او المنظومة الصحية فيها استخدام مضادات حيوية غير مرشد او مش موجود في منظومة بتخلي مثلا ان لازم يتم صرفه من خلال روشته، ولازم يبقى عارفين ان هو فعلا عنده مرض بكتيري مثلا مش فيروسي. والحاجه الثانيه بسبب سوء استخدام المضادات الحيويه في الزراعه وفي مزارع السمك او مثلا في الثروه الحيوانيه في الاكل مثلا. ده طبعا بيخلي اكلنا نفسه فيه مضادات حيويه للاسف زياده عن اللزوم، بيجيب في الاخر فكره المقاومه. طبعا المقاومه معناها ان الشخص نفسه مهما ياخد مضاد حيوي لو حتى لو عنده بكتيريا بسيطه ما بيتعالجش، ما بيجيبش نتيجه لغايه ما يتوفي. لا لا، معلش الحته دي ثانيه يا دكتور الله يخليك. يعني ايه في الثروه الحيوانيه وفي الزراعه؟ يعني ايه؟ يعني احنا في عندنا مزارعين بيحطوا المضاد الحيوي في السماد او بيحطوه في المزارع السمكيه وده بيجي لنا عن طريق الغذاء؟ بالظبط. يعني هو طبعا في كثير من الثروه الحيوانيه معتمده على ان ممكن يتحط مضاد حيوي في الميه او ان يتحط في العلف مضاد حيوي للحيوانات مثلا او في الزراعه. طبعا كل ما بيستخدم مضاد حيوي، وكل ما على فكره اي شخص بيستخدم حتى مضاد حيوي، هو بيقلل فرصه شفائه المره القادمه لو جاله المرض بنفس المضاد الحيوي. زائد في حاجه ثانيه بقى، يعني انا مثلا شخص ما بستخدمش تماما مضادات حيويه، بس في المجتمع اللي انا قاعد فيه بيعمل اساءه لاستخدام المضادات الحيويه وفي استخدام زائد وهكذا. اللي بيحصل ان احنا الاثنين سواء انا بستخدم او ما بستخدمش، طالما انا موجود في نفس المجتمع ممكن يجي لنا بكتيريا بيسموها سوبر باج، خلاص بقت بكتيريا مقاومه للمضادات الحيويه. ياخدها شخص ما عملش اي حاجه وعمره في حياته ما خد مضاد حيوي، بس جات له الجرثومه القويه دي اللي هي المقاومه، فبالتالي للاسف بيتوفى بسبب ان المضاد الحيوي مش جاب نتيجه. فكره البروتوكول او اهميه توقيعها حاليا هي من ضمن يعني خطة مصر ل 2030 للصحة في ترشيد استخدام المضادات الحيوية. وكمان في توجه وزارة الصحة حاليا، احنا يعني زي ما ملاحظين بقالنا فترة توجه الدكتور خالد أبو غفار فكرة البحث العلمي، وهو اللي بيبدأ أول حاجة بالترصد. يعني طبعا تحت قاعدة يعني things you cannot measure you cannot manage، يعني لو مش هتعرف تقيسها مش هتعرف تدير. هتعملوا ايه؟ يبقى عندنا على ارض الواقع، هل هيبقى عندنا نتيجة حقيقية؟ هل هتقدر تلزم الدكتور الصيدلي؟ هل هتقدر تحد من ده في المزارع السمكية او في المزارع؟ هو اول حاجة تبتدي ان احنا الاول نرصد المشكلة. يعني احنا طبعا مثلا احنا ابتدينا اول كلامنا ان احنا عندنا على مستوى العالم 1,200,000 شخص بيتوفى كل سنة بسبب الموضوع ده، بس ده اللي بيتم رصده فقط. فاول خطوه في اطلاق منصه رقميه يعني فكره الترصد نفسها، بقى عارفين حجم المشكله عامل ازاي. هل احنا عندنا مشكله في استخدام المضادات الحيويه بتطلع فعلا في الانديكيشن او التشخيص الصح؟ احنا عندنا مثلا حاليا بيطلع كام مضاد حيوي للمريض؟ بيطلع له امتى؟ هل بيتعمل له مزرعه للبكتيريا ولا لا؟ الاثر الاقتصادي بتاعه وهكذا، لغايه ما توصل الاند ريزلت زي ما حضرتك تفضلت كده استاذ مصطفى، ان
هل السياسات الصحيه المفروض تتبع هتبقى عامله ازاي؟ بس عشان نوصل للسياسات الصحيه زي ما قلنا كده تمانج الموضوع، محتاجين اول حاجه تمانج الموضوع، نقيسه الاول فنعرف حجم الموضوع وحجم المشكله واستخدام ذي الحواف. ده اللي بيحصل بان انا اعمل منصه ترصد الكترونيه للمستشفيات التابعه للوزاره لاستخدام متحاوي حاليا. هيبقى الخطوه اللي بعد كده الاستخدام ده ازاي يتم ترشيده، ازاي احط سياسه صحيه ان مثلا يتم باذن الله وده نفسنا كلنا في المنظومه الصحيه انه يحصل، لا يتم صرف مضاد حيوي على الاطلاق الا بموجب روشته مختومه وبموجب تشخيص دقيق ان الشخص محتاج مضاد حيوي عشان عنده عدوى بكتيريه. احنا للاسف حتى الاحصائيات اللي بنقولها كلها احصاءات حتى من قبل الكورونا، الناس كانت تستخدم المضادات الحيويه لعلاج كورونا، لعلاج فيروسات، وهي طبعا مفيش اي علاقه ما بين المضاد الحيوي وما بين العلاج او الفيروس الموجود في جسم الانسان، دي حاجه ودي حاجه. فدي كارثه. الحاجه الثانيه ان الناس ما بتكملش الكورس، يعني صح. بياخد ودي دي للاسف يعني بياخد كبسوله او اثنين ويوقف او ياخد حقنه. كان في او يستنى لغايه لما يخلص العلبه، العلبه بتبقى فيها ثلاث حبات مثلا ايا كان النوع، وهو يبقى المفروض الكورس خمس ايام فهو خلاص مش هيفتح علبه ثانيه يعني. بالظبط، يعني يقول انا الاعراض الدواء خلص خلاص فاضل جرعتين مثلا، لو شرب للاطفال فياخد لغايه ما الازازه تخلص وخلاص تمام كده. بالظبط. فدي طبعا دي من اخطر الحاجات ان الكورس ما يخلص، دي بتعمل مقاومه برضو للمضاد الحيوان. وده يعني غير ان مفيش بحث علمي جديد، يعني احنا برضو محتاجين نعرف ان على مستوى العالم مفيش مضادات حيوي جديده، يعني التطوير في المضاد الحيوي ضعيف للغايه، فبالتالي لو خلص المقاومه دي احنا مش هنلاقي في السوق مضاد حيوي جديد ان هو ممكن يعالج الحالات اللي موجوده. فطبعا الموضوع خلى منظمه الصحه العالميه يعني تقول ان الوباء القادم اللي هيكون موجود على البشريه هو الوباء القادم من البكتيريا او السوبر باج اللي هي مقاومه للمضادات الحيويه. طيب. نتمنى ان نقدر نسيطر على الموضوع عالميا يعني قبل محليا. دكتور خلينا نقول ان احنا في دراسات بتحصل والمفروض ان البروتوكول اللي تم توقيعه ده علشان يحصل تعاون مشترك ما بين الشركه وما بين وزاره الصحه علشان يشوفوا بقى يعملوا منصه، يعملوا برنامج، يعملوا اي نوع من انواع التوثيق او نوع من انواع ان المستشفيات المشاركه في تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه تبقى عندها بيانات لها اكسس او لها امكانيه الدخول على قاعده البيانات دي فتسهل الموضوع اكتر. ده صحيح، يعني هو اول واهم حاجه ان يبقى عندنا عشان يبقى عندنا بحث علمي وسياسات صحيه ان يكون في داتا، ان المستشفيات يبقى عندها منظومه تقدر تدخل عليها استخدامها للمضادات الحيويه عامل ازاي. انا النهارده جالي 50 مريض استخدموا 20 نوع من المضادات الحيويه وثلاثه منهم بس كنت عارف نوع البكتيريا اللي عندي، طب انت بقيه الادويه كتبتها ليه؟ فيطلع مثلا في الاخر الاجراء ان انا عندي كذا في الميه من المستشفيات بيستخدموا مضاد حيوي امبيريكال او امبريكي بالعربي، او ان هو بدون معرفه نوع البكتيريا مثلا. فبالتالي يبقى انا هعرف لو انا عايز اعمل بحث علمي انا عايز احسن ان انا اعمل دراسات على المزارع، انا عندي انواع البكتيريا الموجوده عامله ازاي؟ هل عندي هوسبيتال اكوايرد او البكتيريا اللي بتبقى موجوده في المستشفيات بالفعل؟ فالشخص ممكن يبقى مثلا ما عندوش البكتيريا بس ما هو بيتعالج في المستشفى تجيله من جوه المستشفى. طب دي نسبتها قد ايه؟ طب ازاي بعد كده ان انا استخدم مضاد حيوي واحط بروتوكول علاج ان انا اغير المضادات الحيويه الموجوده في المستشفى، ما استخدمش نفس المضاد الحيوي لمده طويله في المستشفى، فبالتالي يحصل لي ليه مقاومه، اغيره كل ثلاث شهور، كل ثلاث ست شهور وهكذا. فالبحث العلمي بيبدا دايما ان انا يبقى عندي داتا ورصد للموقف الحالي حاليا، بعد كده احط عليه الخطه البحثيه اللي انا اقدر ان انا اطلع بيها سياسات في المستقبل. طب قول لي دكتور المنصه دي يعني آلية عملها ايه؟ يعني حضرتك هتخش على الداتا وهتعرف وهتعمل ارقام مجرد رصد ولا في نوع من انواع اللي هو اسمه داتا اناليسز تحليل البيانات؟ يعني مستخدم الاي اي الذكاء الصناعي في هذا الامر، مستخدم الداتا اناليسز، عاملها ازاي يعني عشان نوصل لافضل نتيجه؟ تمام، يعني هي فيها اول حاجه الانتري، يعني ان المستشفيات سهوله ان هو يقدر يدخل عليها البيانات بتاعت المستشفى. على الموضوع يبقى سنترال بقى في الوزاره ان هو يقدر لكل المستشفيات الموجوده على نفس البلاتفورم يطلع كل البيانات وكل التحليل بتاعها سنترال لكل المستشفيات مره واحده.
بيسموها الداشبورد يعني. بالتالي يبقى شايف ان مصر الخريطه، يعني فكره المنصه ان هي تبقى عامله خريطه لمصر المستشفيات، كل المستشفيات المشتركه، نسبه استخدام الحيويه عامله ازاي، تحليل البيانات هتطلع عامله ازاي، بعد كده استخدام اللي احنا بنسميه البيج داتا اناليسيس او استخدام الداتا الكبيره. طبعا تبقى داتا كبيره الحجم، احنا بنتكلم على مستشفيات مصر، بنتكلم على عشرات الالاف من الداتا اللي ممكن تخش في يوم واحد. صحيح. فازاي اشوف الداتا دي لايف كل يوم بتتغير، بيطلع لي منها الاناليسيس عامله ازاي، الريبورتس اللي بتطلع. احنا طبعا دلوقتي في عصر الاي اي زي ما اتفضلت حضرتك، ما بقناش محتاجين ان احنا يبقى في ناس تقعد تعمل الداتا اناليسيس، هو بقى الداشبورد او البلاتفورم بيطلع داتا اناليسيس لوحده اوتوماتيك لايف كل يوم. فبالتالي الريبورت اللي كان ممكن زمان بنقعد نشتغل عليها شهر او شهرين، وانا يعني انا بقالي تقريبا 20 سنه في البحث العلمي، يعني كنا زمان قبل الموضوع ده بنعاني في موضوع داتا اناليسيس، دلوقتي بيطلع في خلال 10 دقائق. صحيح صحيح صحيح. على اي حال يا دكتور، انا اعتقد ان انت فعلا محتاجين يعني نحلل هذا الامر، وان كنا كمان محتاجين لو الموضوع فعلا مضر ومنظمه الصحه العالميه حذرت من ان الفيروس القادم هيبقى فيروس مضاد للمضادات الحيويه، يبقى يعني في توجه حكومي حقيقي، ويبقى في تشريعات كمان خاصه بهذا الامر. على اي حال بنشكرك دكتور اسلام عنان، استاذ سياسات واقتصاديات الصحه علم انتشار الاوبئه، شكرا جزيلا لحضرتك.